أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة حساب التكتيك التي ستعلمك كيف تقوم بالتكوينات وكيف تستطيع حسابها حتى النهاية. وهذه السلسلة مكونة من 7 دروس، وكل درس ربما يحتوي على فيديو أو أكثر. أهلا بكم يا أصدقائي في الفيديو الأخير من الدرس الثاني بعنوان كن حاسب عالمي. والآن سأريك طريقة مفيدة أخرى تسمى المقارنة. في بعض الأحيان هناك نقلتين لديهما نفس الأفكار أو تؤدي إلى مواقف متشابهة. في مثل هذه الحالات وباستخدام طريقة المقارنة نستطيع أن نرى أي النقلات أفضل، مما يسمح لنا بحذف أقل الخيارات ملائمة بدون كثير من الحسابات. لمساعدتنا في توضيح هذه التقنية بصورة أفضل، هيا نلقي نظرة على الموقف التالي والذي فحصناه من قبل. النقل الأبيض، لقد وجدنا سابقا النقلات المرشحة هنا. من ضمن هذه القائمة كان هناك النقلتين نايت F7 ونايت G6، إنهما يؤديان إلى موقفان متشابهان. بعد نايت تيكس G6 وFG الملك الأسود على G8، بينما في الخط نايت تيكس F7 كينج تيكس F7 الملك على F7، ولذلك النقلة نايت F7 يجب أن تكون أفضل للأبيض لأن الملك أكثر تعرضا للخطورة على ذلك المربع. الأبيض كذلك يستطيع فتح عمود F بالقوة بعد F تيكس E4، وهذه هي أحد الأفكار لكي يزيد الضغط ضد الملك الأسود وفي النهاية يواصل هجوم شامل ضده. وشيء آخر أيضا، إن نايت F7 هي أكثر إجبارية، فهي تهاجم الوزير، ولذلك يجب على الأسود أخذ الحصان، بينما من ناحية أخرى نايت تيكس G6 لا تهاجم أي شيء، ويستطيع الأسود أخذ الحصان أو لعب أي نقلة أخرى. النتيجة النهائية نستطيع أن نحذف نايت G6 بدون أي حسابات. بالمقارنة البسيطة توضح أنه رغم أن نايت G6 ونايت F7 هما نقلتان يشتركان في الأفكار والمواقف الناتجة متشابهة، إلا أن نايت G6 أسوأ قليلا من نايت F7، ولذلك نستطيع أن نحذف نايت G6 بدون أي حسابات. هيا نواصل التقدم ونلقي نظرة على موقف آخر. النقلة للأسود، هنا الأسود لديه العديد من النقلات المرشحة. إننا هنا سنركز على النقلتين بيشوب تيكس D3 وروك تيكس A4. بعد بيشوب تيكس D3 الأبيض يجب أن يأخذ بالرخ لكي يحتفظ بحصان A4 تحت حماية الوزير، ثم روك تيك A4 كوين تيكس A4، وفي النهاية يلعب الأسود نايت تيكس B2 بشوكة ضد الوزير والرخ، ويسترجع الأسود المادة في النقلة التالية بموقف تقريبا متساوي. هيا نتذكر هذا الموقف وهيا نتقدم للأمام. ماذا إذا بدأ الأسود بلعب روك تيكس A4 كوين تيكس A4 ثم بيشوب تيكس D3؟ هنا الأبيض لديه خياران، يمكنه أن يأخذ بالرخ وبعد نايت تيكس B2 نصل إلى نفس الموقف الذي رأيناه سابقا، ولكن أيضا الأبيض يستطيع أن يأخذ بالفيل، ولذلك ليس هناك أي معنى لنايت تيكس B2. إذن ليس من المنطق للأسود حساب هذه الخطوط، إنها مشابهة للتفريع السابق ولكنها تعطي الأبيض إمكانية إضافية، ولذلك فإن الأسود يمكنه حذف خط روك A4، بل إنه يجب أن يحذفه، فإن المقارنة البسيطة أوضحت أنه مشابه ولكن أسوأ قليلا من بيشوب D3. هذا وضح لنا كيف تعمل طريقة المقارنة. التقنية التالية سأوضحها لك بطريقة مشابهة للسابقة، إنها تسمى الاستبعاد. إذا كان لديك نقلتين مرشحتين وأحدهما تخسر بوضوح، يجب عليك بالتأكيد تنفيذ النقلة الأخرى. إنك لست في حاجة حتى إلى حسابها، إنك ببساطة ليس لك أي خيار. هيا نرى الموقف القادم. النقلة للأسود، نحن نعلم من قبل أن النقلة الهجومية
جي 3 هي النقلة الأفضل للأسود في هذا الموقع. على أي حال ولمجرد الغرض التدريبي، هيا تخيل أنها لا تصلح وأن الأسود يحتاج أن يجد شيء آخر. ولذلك نحن نريد أن نحسب النقلات نايت E4 وروك C8. أيهما الأفضل؟ إن روك C8 تبدو غير واضحة، بينما نايت E4 تبدو ربما سيئة، لأنه بعدها قد يخسر الأسود بيضك G. الأسود قد يفحص سريعا نايت E4، وإذا لم تصلح يجب أن يذهب إلى روك C8 بدون أي تردد. فليس هناك أي حاجة للحسابات العميقة لهذه النقلة، لأن الأسود ببساطة ليس له أي خيار. حسنا، هيا نلقي نظرة على نايت E4. بعد روك E4 البيضق تحت الهجوم، فلنقل G3 روك C3 D2 ربما روك C2، والأسود سيخسر البيضق. وبما أن هذا التفريع غير مقبول، الأسود لابد أن يلعب روك C8 بدون أي تردد. هذا هو تطبيق طريقة الاستبعاد. هيا نرى الموقف التالي. في هذا الموقف النقلة للأبيض، ما الذي على الأبيض القيام به الآن؟ إذا نفذ نقلة عادية مثل B takes C3 فإنه بعد EF الفيل تحت التهديد، ولنقل أن الأبيض يلعب Bishop takes F4 ويرد الأسود بروك E8 والأسود لديه بيضق زائد، بينما موقف الأبيض تدمر. إذا حاول الأبيض نقلة غير إجبارية أخرى نايت تيكس C8 فإن EF ستؤدي إلى موقف مشابه بيشوب تيكس F4 روك A تيكس C8، والأبيض سيصبح محكوما عليه بدفاع طويل ومؤلم. بما أن هذه التفريعات ليست في الحقيقة مشرقة بالنسبة للأبيض، فإنه في الدور لعب H5. إن هذه مجازفة محفوفة بالمخاطر وتؤدي إلى موقف غير واضح كثيرا. الأبيض لا يمكن أن يتأكد من أنها تصلح، ولكن الموقف معقد جدا لحساب كل هذه الخطوط. ولكن الأبيض متأكد من أن كل الخيارات الأخرى مزعجة، وإذا لعب أي منها سيكون على حافة الهزيمة. ولهذا السبب يجب عليه لعب H5 حتى إذا بدت خطرة جدا. وهذه هي طريقة عمل مبدأ الاستبعاد. في الحقيقة لعب الأبيض في الدور H5 وفاز بعد صراع طويل وعالي تكتيكيا. لقد حللنا التقنيات الرئيسية للترتيب الكفء والأمثل للحسابات. لا يجب عليك محاولة تذكرهم بصورة آلية، بل إنك تحتاج إلى فهمهم جيدا. كل هذه التقنيات تعتمد على الفهم العام لاستراتيجية الشطرنج، وكلهم مترابطين ترابطا وثيقا. أنا متأكد أنك تستطيع أن ترى حاليا أن الفهم الاستراتيجي يساعدنا كثيرا في الحسابات أيضا. والآن سأوضح لك نصيحتين وطريقتين إضافيتين للعب العملي. إنهما قد لا يصلحان في كل الأوقات، ولكن من الجميل دائما تحضير نفسك بأفضل ما تستطيع لأدوارك التنافسية المقبلة. إليك الأولى، إذا كان هناك خط رئيسي افحص سريعا الخطوط الثانوية ثم ركز على الخط الرئيسي فيما بعد. هيا نرى هذا الموقف. في هذا الموقف تخيل أنك تلعب بالأبيض وأن لك النقلة، إن لديك تضحية نموذجية بيشوب تيكس H7 ربما تصلح، ولكنك بالطبع لا تستطيع أن تكون متأكدا تماما. إنك تحتاج لحساب التفريعات أولا، ولذلك ستحسب كينج H7 نايت G5 تشيك. والآن الأسود لديه خيارات عديدة: كينج G6 كينج H6 كينج G8 كينج H8. عادة كينج G6 هي النقلة الوحيدة التي ينتج منها موقف غير واضح في مثل هذه المواقف، وإلا الأبيض يلعب عادة كوين H5 ويميت الأسود سريعا. قلت لك من قبل احسب الرد الأقوى لخصمك أولا. هيا نطبق هذا المبدأ على هذا المثال. ستبدأ في حساب كينج G6 ويمكن للأبيض بعدها لعب كوين D3 تشيك أو كوين G4 أو ربما H4. إذا لعبت
كوين جي 4 يستطيع الأسود الأخذ على اي 5 أو يلعب اف 5. الموقف معقد وهذه الحسابات ستحتاج بعض الوقت، وعندما تستهلك من 5 إلى 10 دقائق في هذه الحسابات ستبدأ بالشعور بالقلق الداخلي. إنك تعلم إنك استغرقت مسبقا الكثير من الوقت، وأنت تتذكر إنه ما زال لديك بعض الخيارات الأخرى مثل كينج جي 8 أو كينج اتش 6، وهذا من شأنه أن يهز ثقتك في نفسك في الحقيقة. في مثل هذه المواقف عليك استخدام طريقة أخرى. إذا كان لديك خط رئيسي واضح والقليل والقصير من التفريعات السنوية، إذن يجب عليك فحص الخطوط السنوية سريعا، وبعد ذلك تركز تماما على الخط الرئيسي. هيا نقوم بذلك في هذا الموقف. تذكر أننا نريد أن نفحص سريعا ونتخلص من التفريعات السنوية، وبالقيام بذلك سيكون باستطاعتنا التركيز على الخط الرئيسي بهدوء وثقة. من الواضح أن كينج اتش 8 تخسر بسهولة بعد كوين اتش 5 تشيك ويليها كوين اتش 7. كينج اتش 6 تسمح بكش بالكشف في منتهى الخطورة، فالأبيض يستطيع لعب نايت تيكس اي 6 تشيك ويأخذ الرخ فيما بعد. وإذا لعب الأسود كينج اتش 7 الأبيض يستطيع لعب أيضا كوين دي 3 تشيك كينج جي 8، وهنا الأبيض يستطيع لعب نايت جي 5 مهددا بالمات على اتش 7 أو نايت تيكس اف 8 أو حتى روك اف بي 1 فائزا بالوزير. وهذا بالطبع يجب أن يكون فوزا للأبيض، ونستطيع أن نوقف حساب هذا الخط. بعد كينج جي 8 لن تصلح النقلة كوين اتش 5، لأن الأسود يستطيع لعب كوين سي 2 مغطيا مربع اتش 7. على أي حال باستخدام هذه المعلومات نستطيع أن نجد النقلة القوية كوين دي 3، والتي لها تهديد مزدوج بكوين اتش 7 أو روك اف بي 1 فائزا بالوزير. الآن أنت تعلم أن كل الخطوط السنوية هي خسارة للأسود، ولذلك تستطيع التركيز على الخط الرئيسي كينج جي 6 لوحده. من الناحية النفسية سيكون من الأسهل عليك قضاء وقت طويل في تحليل وحساب هذا الخط، وإنك تعلم أنها التفريع الوحيد الذي تحتاج لحسابه. أكثر من ذلك، إنك إذا وجدت فوزا في هذا التفريع فإنك ستفوز في جميع التفريعات. دعني أكرر النصيحة، إذا كان هناك خط رئيسي واضح عليك الفحص السريع للخطوط السنوية أولا، ثم تركز تماما على الخط الرئيسي فيما بعد. هذه الطريقة ملائمة بصفة خاصة عندما تكون نقلتك تبدو جيدة للغاية. من ناحية أخرى، إذا كانت نقلتك المرشحة تبدو مشكوك فيها، إذن يجب عليك عدم حساب الخطوط السنوية، بل يجب عليك تحليل الضحض المحتمل وأكثر الردود التهديدية لخصمك كما تناقشنا من قبل. أخيرا وصلنا إلى التقنية الأخيرة التي أود أن أشاركها معك. كما تعلم من قبل، بعد اكتشاف النقلات المرشحة عليك التفكير بشأن أفضل ترتيب للحسابات، ولكن في المواقف شديدة التعقيد قد تكون مهمة شاقة. لنقل أن لديك 10 نقلات مرشحة، من الصعب التفكير بشأن ترتيب الحسابات، بل أكثر من ذلك إنه حتى من الصعب حفظ هذه النقلات العشر. إذا كان الموقف مضطرب للغاية ولا تستطيع اكتشاف بدقة أي النقلات المرشحة هي الأقوى وأيهم يجب أن يأتي أولا، إليك طريقة أخرى. احسب النقلات بنفس ترتيب اكتشافك له. عندما نحاول أن نجد أي النقلات المرشحة فإننا نرى النقلات المحتملة للملك ثم الوزير ثم الرخين فالفيلين فالحصانين وأخيرا البياض، ولذلك قد نستعمل نفس الترتيب في حساباتك، فإنك تبدأ أولا بنقلات الوزير فالرخين وهكذا.
قد يبدو أن هذا ليس الترتيب المثالي، ولكن على الأقل أنك تضمن أنك لن تنسى أي نقلة من نقلاتك المرشحة. إليك هذا الموقف. النقلة للأسود. الموقف معقد للغاية، والأسود لديه العديد من الخيارات: كوين E5، روك E8، بيشوب F2، بيشوب D4، بيشوب B4، نايت E4. وقد يكون هناك المزيد. إذا أحسست بأنك تشعر بالخلط تماما، وإذا كنت لا تستطيع حتى تذكر نقلاتك المرشحة، إذن استعمل التقنية التي ذكرتها لك. احسب أولا نقلات وزيرك، وهي النقلة كوين E5، ثم اتبعها بنقلات الرخ، ثم الفيل، وإلى نهاية القائمة. هذه الطريقة ستساعدك في الحساب بطريقة متناسقة وسريعة. ولكن في نفس الوقت أريد أن أحذرك، الطريقة الأخيرة هي مجرد تقنية احتياطية إضافية، ويجب أن تستعملها فقط عندما يكون الموقف مليء بالفوضى. فنحن لسنا كمبيوتر، ويجب ألا نسير في التفريعات بطريقة آلية. من الأفضل كثيرا استخدام التقنيات السابقة والفهم الاستراتيجي لتنظيم التفكير، مما يجعلنا نهبط بالحسابات إلى الحد الأدنى ونصل لأفضل النقلات بسرعة وسهولة. إجمالا، لقد حللنا 7 تقنيات وطرق للحساب الكف والترتيب المثالي. احسب النقلات الأكثر إجبارية أولا، ثم احسب النقلات الأكثر قوة أولا، ثم احسب ردود الخصم الأقوى أولا، ثم طريقة المقارنة وطريقة الاستبعاد. إذا كان هناك خط رئيسي، افحص سريعا الخطوط الثانوية أولا، ثم ركز على الخط الرئيسي في النهاية. وأخيرا، احسب نقلاتك المرشحة بنفس الترتيب الذي استعملته في إيجادهم. الطرق الثلاثة الأولى لكي نجمعهم، فكلهم بشأن إيجاد أكثر النقلات المنطقية أولا، ثم نحسبهم. وإن فهمك العام وحسك الاستراتيجي يجب أن يساعدك لإيجاد النقلات المنطقية. الطريقتين التاليتين يعتمدان على المقارنة البسيطة بين الإمكانيات. الطريقتين الأخيرتين هما تقنيتان عمليتان إضافيتان، يمكن أن يكون لهما أهمية كبرى لك في قليل من الأحوال. أخيرا، هذا درس طويل للغاية. لقد أخذنا نظرة على الكثير من الأفكار المفيدة وطرق الحساب. إنك تحتاج لمراجعة هذا الدرس عديد من المرات قبل أن تهضم كل شيء. الأكثر أهمية إنك تحتاج للتدريب على هذه المهارات وتطبيقهم في أدوارك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء مع الدرس الثالث بعنوان داخل غابة التفريعات. وإذا أعجبك هذا الفيديو، من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.